أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. وهلا بقولكم مشاهدة ممتعة. خدوش وينك؟ ها أنت هون؟ اسمعي، أنا وأبوكي هلا بدنا نروح مشوار، ما رح ترجع لبكرة. شو يصير عندك خبر ماشي؟ شو؟ لبكرة؟ وين هذا المشوار بقى؟ بدنا نروح لوين بدنا نروح نحن؟ أبو عبدة تعال لوين بدنا نروح نحن؟ بدنا نروح مع نانتي. ايه بدنا نروح مع نانتي عند ستي مشان نزورها. نانتك؟ لا يا مو على اساس نانتك ماتت هديك السنة وكلياتنا رحنا حضرنا العزا تبعها؟ لا 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 أبوكي عم بمزح بدنا نروح على هذا ايش كان اسمه؟ لك هذا ايش كان اسمه؟ لك صحيح؟ انت ايش دخلك؟ لا تستفسري، ايش معرفني؟ انت ايش دخلك بالموضوع اصلا؟ والله شيء حلو. اسمعي هلا، نسيتيني الموضوع الاساسي، بكره اخوكي مجوده عنده امتحان، بتروحي هلا مباشره بتبركي جنبه بتنمي بتحفظيه وبعدين بتنيميه، بتفيقي بكره الصبح الساعه 7 بتفيقي قبل الوقت، تعملي له فطور، بتفطري، بتراجعي له شوي من المذاكره وتخلي اخوكي عباده يروح يوصله على الامتحان، فهماني؟ ايه وشو كمان تذكري شو كمان يا ابو عباده شو كمان؟ ايه تعملي لك قفط على البيت، شايف البيت؟ بدي اياه بضوي كثير، الحمامات بدي اياها قبل ما عملت له تشيك، يعني تنظيفه سريعه على البيت كلياته، شبابيك، حمامات كلياته، ودبري لك شو طبخه بكره، مشان اذا جينا وقت الغدا يكون في غدا نتغدى. يلا يا عبادة مشينا، يلا فورا مشينا، يلا انتبهي ما تنسي اخوك فقيه قبل بوقت عشان ما يتاخر على امتحان. ها يلا يا عبادة يلا خلصينا بقى. ده انتوا كفرة، يلا يا كفرة، ده انتوا ما تعرفوش رب، ده انتوا يهود والله يهود. انت مجنونه شي؟ انت مجنونه بمخك في شي؟ ايش عم تعملي عندك؟ بعدين وين امك وابوك؟ ليش مالهم مبينين؟ راحوا مشوار وقال ما راح يرجعوا لبكره. شو؟ ما راح يجوا لبكره؟ ولك هيك خبايا لازم اعطيك عليها انا حلوان. الو ابو شريك ظبط لنا سهره اليوم سهره صباحيه على حسابي. الو اي امي خدوج رحتي حفظتي اخوكي ولا لسه ما رحتي؟ لا لسه خلا رايحه احفظك انت. ولك ايش عم تستني لسه؟ يخرب بيتك من حالك انه رايح حفظي اخوكي، يلا بسرعه يخرب بيتك. مجدودة حلو العسل اللي بسمع الكلمة، تترك هاي اللعبة من ايدك وتعال عشان احفظك، ايش رايك؟ وراح بجهنم انت حلقك ان شاء الله يخرب بيتك من حالك قرد. لا انا مصغر عالي جاي بدي اتسمع له قال ان شاء الله بترسب بكره، والله هي اذا بترسب لاوزع 10 طاقات خبز يا حشره. ما قلتي لي ايش رايك بقى؟ ايه والله ليش الكذب؟ كثير حلو هالمكان هاد، اليوم هون ب 1000 ليره ها على فكره. خلصنا يا ابو عبده بدك تزلني يعني؟ بس اكيد ما في شيء بغلى عليكي يا عمري انت. يو خجلتني ابو عبده. بتعرف اليوم ذكرى شو؟ مثل يوم كان زواجنا. طبعا ليش بنتسى؟ كان يوم اسود يوم اللي شفته. شو؟ لا 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 طبعا عم بمزح ولو احلى يوم بحياتي هاد كان. يا رب تسامحني على الكذبه اللي عم بكذبه. صايد الساعة 8:30 ادق على خدوج اشوف فيها رايت مجهودة للساعة. ولك ليش هي ما عم بترد؟ وليه؟ لو ما فيها رايت مجهودة على الامتحان يخرب بيتها لو متأخر. يخرب بيتك خدوج. هالصوت هاي وري صرت ساعة تأخرنا وري
طب وين التليفون دحاش؟ قولي وامي متصله كمان مجوده راح على الامتحان ويا طول ويا العرض ويا المحيط ويا المستطيل وري قولي قولي ايش اعمل قولي ايش اعمل قولي 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 عبادة عبادة في الله يوفقك ايش فيك ايش فيك خرب بيتك من حالك مجودة امتحان الساعة 8 وصارت الساعة 9 ونص تأخرنا الله يوفقك خدوش الله يوفقك ليش ما فياتي امك رح تذبحي قولك راحت علي نومي راحت علي نومي وما حسيت قوم وديها بيت اكثر بك تدخلوه بسرعة صباحك زفت مثل وجهك روحي هيك مجودة مجودة قولك نايم لسه يخرب بيتك من حالك نوم اهل كيف ان شاء الله قوم قوم بسرعة تأخرت خلي وسط عبادة لسه يخرب بيتك زلمة يا ضمك فيه بسرعة يا حضرة المدير أنا يا دوب جبت رقمك من صفحة المدرسة على الفيسبوك تأخرنا على الامتحان أكثر من ساعة ونص الأذن ما عم يرضى يفتح لنا الباب ممكن تحكي معه حتى ندخل نعمل الامتحان قولك أنه امتحان بدك تعمله ما الوقت قرب يخلص هلا أجيت بدك تعمل امتحان ما في حل منوب يعني قولك يا بني آدم عم بقلك الوقت خلص وأكيد الأساتذة بكون هلا قرب يلموا الورق الله يوفقك يس منيح راح الامتحان منيح يس وانت فرحان الساعة اقسم بالله امك بس تجي رح تذبحنا كلياتنا والله شي ناهي الو قولك وينك ليش ما كنت عم تردي علي كنت نايمة امي ما حسيت عليكي يعني ما فيات يا اخوكي مجودة على الامتحان لا 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 راح من زمان حتى عبادة راح وصله مو امنتي فيني طيب نظفتي البيت لهالساعة هلا بدي انظف امي هلا بدي انظف ان شاء الله شو؟ وبقى شو بتعمل هلا؟ قومي يلا يلا رايح ادخل قدامك لك انا يلا امي جيدي ها؟ مجودة انت هون؟ هاتا شو طمني صار معك بالامتحان ان شاء الله قدمت كويس الامتحان راح علي ليش بالك خبر شو وليش عم تقول انت هيك هات فرحان يخرب بيتك من حالك شلون راح عليك الامتحان يعني خدوج وينه متخبية بالحمام هي خدوج افتحي الباب والله لا تعرف شو كنت تربش في الباب افتحي الباب بدك تطلعي يعني وقفت لك هون وطلعي لي لبرا اطلعي مرة بالعمر أمنت فيكي ما طلع بإيدك يخرب بيتك من حالك راح الامتحان على ولد رزق هالسنة الله يوفقك والله ما بقصدي أمي شو بك؟ ليش تعبتي وخفتي؟ شكلك عامل شي مصيبة صح؟ لا ماني خايفة ليش تخاف بالعكس ماني خايفة منه عبادة وينه؟ راح نزل مع رفقاته بس ليش تسألي عليه؟ شو؟ يا عيني عليك هذا الحكي المضبوط لا أكيد هي شكلها عاملة شي وأنا لازم أعرف فورا بي خليني أقوم البلوزة لعبادة قبل ما يجي إذا بشوف ما معي بضحني عجب وين كرحت بلوزة هو؟ وأنت خدتها مني أخدتها أنا؟ والله نسيت عندك بس انكشفتي مو عساس مالك عاملة شي والله بس يجي عبادة لأخبره انك اخدت بلوزته اوه يا حشرة عم تراقبني ولك ما بدك تعدي على عندك هي يخرب بيتك من حالك طول بالك مجنون وبالك ايش رايك هلا ناخذ نحن هي البلوزة نطوية ونرجعها لمحل الطوابير ولا من شاف ولا من دري وانت ايش بدك بعمل لك بس تقدر عبادة ماشي موافق بس عندي شروط بدك تجيبي لي كولا شيبس اندومي شوكولا ولا لك رايح اكتب لك طلبية كامل ريفيون تعي حقيني بده يزلني هاد ماشي بسيطة قال إذا لك حاجة عند الكلب قل له سيدي بسيطة 2 hours later هدوج هدوج ويني انت هون عطي تليفونك العافية لقى تليفوني فصل لا يا وليش تعطي تليفوني ما عندك تليفون روح العافية انت هيك لكن ايه بسيطة عبدا امبارح نسيت اقول لك ايش نسيت تقولي لا ما في شي مزبوط مجودة ما في شي بسوك روحي هي تليفوني خذ العافية وعسكت بسوك شكرا يا حياتي خلاص بيني وبينك ما بجيب سيرة لحدا بيرغمي ماله قرار يا رب
يا رب تصبرني اكثر، لانه اذا بنفد صبري راح اكله بسناني. وينك اي وينك؟ خدوج امسكي امسكي تليفونك على الشحن، فضي شحنه بسرعه شحاني بدي ارجع اخذها للعفير. لانه بدك ترجع تاخذ مو؟ بدك ترجع تاخذه؟ ايه هات هون هات. انت عم تحكي معي هيك حكي انا؟ ماشي بسيطه، قال له لعباده ولا ما قال له؟ ايش بدك تقولي؟ انتو شو بكون؟ مخبيين على ايش كني مو؟ ايش في؟ ايه خلاص طبقه، خلاص طبقه طفح الكل، لسا كل شوي بدك تزلني تزلني لقال له لعباده وقال له لعباده ايه وقال له لعباده انا رايح اقول له عباده قصه وما فيها، انا اخذت بلوزتك لبستها ونزلت فيها. ايه وش فيها يعني؟ عادي بعرف. يس نلعت عينك؟ لا يا امبارح كنت هيك خشيت قصة، هلا انت مراتي خاصة، احكي له لعبادة قصة على السوا، قولي له انا بلوزة بلوزتك الجديدة اللي لسه ما لبستها انت ولا مرة، لبستها مرتين ونزلت فيها. شو؟ هالحكي مزبوط خدوج؟ طول يا عبادة طول يا عبادة، لا تخلي هذا الحشرة يوقع بيني وبينك، مو انت مو انت هلا قلت عادي ايش فيها؟ انا قلت لك على البلوزة القديمة ما هو بلوزة جديدة، ولك لسه انا ما لبستها ولا مرة، يخرب بيتك من حالك لبستيها مرتين ونزلتي فيها؟ وكلا انا خايف اروح البس انزل فيها على الشارع، لعند تفكرها انا وانا اخذها منك، ايش عامل معك هلا؟ ولك امه قدرها كسرها، لسه حتستناه؟ عبادة والله مسامح كريم، ها خليك انت مسامح على طول، طول بالك مجودة والله لقطع بروحك، مسامح كريم؟ مسامح كريم صح؟ بس ما هو عندي، هذا الحكي بتقوليه عن جورج قرداحي. قولي قولي طول بالك عبادة، لا تقرب لهون طول، ها خدوج شاهدي على روحك. طيب خدوج بما انك عم تنضربي ومالك فاضي رايح اخذ تليفونك اجيبكم على الشحن يشحن شوي العب فيه وبس خلصتي بقى برجع لك اياه. انا بفرجيك من جودي بس خدوج عم تنضربي زينك قوي قلت لها ولد قلت لها كمان خلص عليها اكثر تستاهلي خبيتك من حالك.